سلام. الو دكتور عمر، شلونك؟ تعالي، شلونك حبيبي؟ شلونك استاذ امير؟ الحمد لله. يا اخبارك؟ الحمد لله. معلش تعطيني دقيقة بس عشان اظبط الصوت يجي لي في الهيدفونز. ثانية واحدة بس. تمام. اوكي تمام. تقدر هسه تسوي شير سكرين؟ كده باين عندك؟ واضح تمام. اوكي ممكن نبتدي ولا عايز تستنى شوية؟ استنى شوية. اوكي. طبعا شباب، قبل ما تبدي المحاضرة نعرفكم على الأستاذ أمير. هو مهندس أمير من دولة مصر الحبيبة، حصل على شهادة البكالوريوس هندسة البتروكيماويات والغاز الطبيعي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 2011، والآن قيد التعليم في شهادة ماجستير هندسة بترول جامعة هيريوت وات. حصل على العديد من الشهادات والتراخيص عامين متتاليين، فائز بجائزة إيريوكا برزنتيشن إمبريسن، فاز بسلوك تيد توك، خبير في مجالات عديدة منها ويل انجينيرنج ديزاين، دراينج اوبتمايزيشن. تفضل استاذ امير، تقدر تبدي المحاضرة. شكرا استاذ علي، شكرا دكتور عمر على الاستضافة الجميلة. ان شاء الله النهاردة اشار معاكم بيبر كنا نتعمل لها برزنتيشن في اي بي تي سي في السعودية، وان شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لكم. ولو حد عنده اي اسئله طبعا احنا ممكن في اي وقت ممكن يسالني. فالنهارده هنتكلم على اللي احنا سميناه هوليستيك ابروتش تو اتشيف سكسسفل لاينر سيمنت ان جاز بيرنج زون. السبب ان احنا سميناه هوليستيك ابروتش عشان احنا لما جينا نبص على السيمنتنج اوبريشن لقينا ان هي اتس نوت اونلي اباوت سيمنت، لقينا ان السيمنتنج انفولفز تو ماني ثينجز. فإحنا بصينا على الموضوع كمجمل، وهي دي الحاجات اللي أنا هاخدكم فيها إن شاء الله خطوة بخطوة النهاردة، وإن شاء الله I hope إنها تكون مفيدة بالنسبة لكم. فقبل ما أبتدي، أنا مش عارف الحاجات السودة دي من عندي يا علي ولا في حد عاملها على السكرين. هسه امسحها، أعتقد أحد مسويها. تمام شكرا. فزي ما علي عرفكم بيا، انا برضو حبيت اقول لكم شويه عن المسيره بتاعتي. انا كنت طالب زيكم في الجامعه، ابتديت في 2011 خلصت التعليم بتاعي البكالوريوس، وبعدين انتحقت. حاولت طبعا الاقي شغل، كان موضوع صعب في الاويل اند جاس، مش زي ما انتم عارفين كل الشركات بتطلب اكسبيرينس كتير، الواحد بيكون صعب قوي يلاقي شغل، او بالذات يعني عندنا في مصر الموضوع كان صعب في الاول.
فقعدت فترة إن أنا أحاول ألاقي شغل، واشتغلت كتيتشنج أسيستنت في جامعة المساوي في القاهرة، وبعدين بعدها بست شهور جالي الشغل مع شلامبرجي. فابتديت مع شلامبرجي كفيلد إنجينير تريني. هم عندنا في الشركة بيبعتوا الناس في different locations عشان ناخد different experience، وإن شاء الله الإكسبرينس اللي هشير معاكم النهاردة البيبر دي it's a collective experience من different locations. وطبعا كان يعني واحد من اللوكيشنز الكبير قوي في الفايدة فيها هو كان في العراق. فلما ابتديت في استراليا اشتغلت هناك لمدة سنتين ما بين الفيلد وما بين الأوفيس، وابتديت سنتين ونص سنتين في استراليا، وبعد كده نقلوني في السعودية. طبعا كانت نقلة كبيرة لأن طبعا كلنا عارفين السعودية الأوبريشنز فيها very complex. اشتغلت سنتين ونص في السعودية دي اس في، وبعدين نقلت للإمارات بشتغل ريموت مع الأوبريشنز بتاعت العراق. يعني أنا بقالي تقريبا 3 سنين بشتغل على الأوبريشنز بتاعت العراق. لما نقلت من السعودية للعراق كنت فاكر الموضوع هيبقى سهل بالنسبة لي عشان أنا جاي من السعودية، لكن لا، الصراحة ربنا يكون في عونكم، في العراق الفورميشنز is complex، في a lot of issues، فكان في حلول كتير قوي احنا طبقناها، والنهارده الحل منهم هو حل بتاع السيمنتنج. من ضمن الوقت اللي اشتغلت فيه كدي اس في استخدمت الوقت ده ان انا اعمل ماجستير في هاريت وات، والحمد لله خلاص قربت اخلصها ان شاء الله في سبتمبر الجاي هتكون خلصت تمام. بس فده about myself. ان شاء الله النهارده لو في اي حد عنده اسئله برضو in terms of career ممكن يسالني في اخر البرزنتيشن. طيب البروجكت اللي احنا عملنا اشتغلنا عليه النهارده اشتغلنا عليه في البروجكت ده هو عباره عن اوبتمايزيشن لللاينر. البروجكت اللي كنا شغالين فيه هو كان بروجكت في جنوب العراق، فالفيلد كان فيه ابار قليله جدا. فطول ما انت عندك ابار قليله انت بيبقى عندك مشكله ان انت عندك اوفست ويلز قليله جدا. لما ما عندكش اوفست ويلز زي ما يكون ما عندكش ريفرنس زي ما بيقولوا، فبيكون صعب عليك البلانينج فيز، بيكون صعب عليك ان انت تعمل الاسامبشنز والديزاين بتاعك يكون something that's optimized من الاول، فبتضطر تخش في حاجه زي learning curve كده. فالفيلد كان جاز بيرنج فيلد، والفورميشن بريشر زي ما انتم شايفين على اليمين كانت تقريبا almost 10K، يعني high pressure wells. وكان عندنا different formations، في oil bearing formations، كان عندنا gas bearing formations، كان عندنا water bearing formations، فكان عندنا combination حلو كده لللاينر جوب. في اللاينر جوب بالذات، اللاينر جوب اللي هو الاخر section عندنا هنا في الويل، لو شايفين ويل ديزاين هنا دي الكيسينج سيتس، طبعا عندك الكوندكتور، وبعدين عندك السيرفيس كيسينج، وبعد كده عندك الانترميديت برودكشن كيسينج، وبعد كده عندك البرودكشن لاينر. فالشغل بتاعنا كله كان على البرودكشن لاينر وهي الحته دي بالذات. لو انتوا عارفين هو السيمنتنج من اهم الحاجات في الويل كونستراكشن ان جنرال. الريزن بتاع ده ان احنا عندنا البرودكشن بتاعنا زي ما انتوا عارفين كلكم، وي نيد تو ميك شور ان البرودكشن بتاع الفورميشن اللي احنا عايزين نعملها برودكشن ما يبقاش فيه اي انترفيرنس من اي فورميشن ثانيه، ما يبقاش في water cut، ما يبقاش في unpredicted formations that are flowing. فبنحتاج ان احنا نعمل cementing operations very well، ونحتاج ان احنا نعزل formations عن بعض، وبعد كده بنعمل perforations للformation اللي احنا عايزين cementing منها. ففي الابار اللي احنا عملنا لها assumption، عملنا لها analyzing، لقينا ان في مشاكل صغيرة في liner job. المشاكل دي كانت مينلي خمس مشاكل، وهي الـ ECD control، كان عندنا mud weight عالي. طبعا انت عندك high pressure formation فبتحتاج يبقى عندك mud weight عالي، بيحتاج يبقى عندك cement weight عالي، وفي نفس الوقت كان في مشاكل في الـ formation. زي ما انت شايفين الصورة اللي على الشمال دي اللي انا حاطط عليها البوينتر دي الـ drill string وهو بيحفر في الـ formation، وادي انت شايفين الفورميشن بتحصل فيه انستابلايزيشن على الـ BHA وانت بتحفر، ودي حاجة بنشوفها كتير في العراق. وطبعا دي مش مشكلة سهلة، لان حتى لو انت عرفت تعمل pull out of hole بالـ drilling BHA وانت نازل بالكيسينج ممكن يقابلك مشاكل، وانت تعمل سيمنتنج برضو ممكن يقابل مشاكل. فاضطرينا ان احنا نعمل حاجة اسمها stable parameters while drilling،
stable parameters while drilling مش بس نحن نستخدم low parameters, بنستخدم حاجة اسمها drill and seal. ويعني لو حد فيكم interested في الموضوع ال drilling ممكن تبصوا على drill and seal عشان تعرفوا information أكتر. بس هي يعني very short nutshell, هي عبارة عن إن أنت بتعامل formation بحساسية بحيث إن أنت بتشغل ال pumps أو ال mud pumps بسهولة واحدة واحدة, أو بتشغل ال rotations واحدة واحدة بحيث إن أنت you take it very easy with the formation عشان ال formation ما يبتدش يحصل عليك collapse أنت في الحفر. تاني حاجة أو تالت حاجة احنا لقينا إن هي برضو هتبقى مفيدة بالنسبة لنا للاينر جوب, وهي اللاينر روتيشن. طبعا اللاينر روتيشن it's يعني ممكن من أهم الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها واحنا بنعمل سيمنتينج. والسبب إن أنت السيمنتينج وأنت بتعمله بليسمنت في الأنيلس مهم عندك, يبقى عندك الفيلوسيتي بتاعت السيمنت وهي طالعة في الأنيلس تبقى ديستريبيوتد. طول ما الكيسينج محطوط في الويل وانت ما عندكش سنتراليزيشن كويس, طبعا عمرك ما هيبقى عندك 100% سنتراليزيشن للكيسينج, بيبقى فيه دايما فيفربل سايد للسيمنت ان هو يطلع فيه في الانيلس, وبالتالي بيجبردايز السيمنتينج اوبريشنز طبعاً, وبيطلع اللوجز بيبقى الريزلت بتاع السيمنت بون لوج ما بيبقاش كويس. من اهم الحاجات برضو اللي بصينا عليها هي السمنت سلوري ديزاين, ازاي احنا هنأوبتمايز السمنت سلوري, لان عندنا احنا هنا هاي بريشر فورميشن. لو شايفين الصوره اللي على اليمين هنا في جاس فورميشنز, فالجاس فورميشنز بتعمل ظاهره اسمها جاس شانلينج. الجاس شانلينج دي ممكن تحصل وانت عندك اندر بالانسد فلويد, او برضو ممكن تحصل والسمنت از اوفر بالانس, بس السمنت بيحصل فيه حاله اسمها حاله الكيورينج. حالة الكيورينج دي هنتكلم عليها هنا في البرزنتيشن, which means يعني السمنت بيبتدي يروح من liquid لسوليد. When it goes from liquid to solid it loses the hydrostatic pressure اللي احنا بنحتاجه عشان نkeep the formation pressure in place. فده كان البلان بتاعنا in the beginning, دي كانت القصة البلانينج بالminimum offset wells اللي كانت عندنا. بس في الexecution حصل معنا شوية مشاكل اضطرينا ان احنا نزود الoverlap. عشان اوريكم ايه الاوفرلاب ده معناه ايه, اللي هو لو ده 7 انش لاينر اللي انا عامل عليه بالبوينتر, ال 958 وال 7 انش لاينر اوفرلاب اللي هو بتكون الحته دي بالذات. فالحته دي اضطرينا نزودها عندنا في الاوبريشن, علشان كان one of the reasons ان كان 958 سمنت شو هنا ما كانش كويس, فالكلاينت كان عايز يطول ال 7 انش لاينر عشان يكفر الحته اللي ما فيهاش جود سمنت. Anyway, خلصنا الـ overlap زودناه, فكل ما زودنا الـ overlap فزاد معنا عملنا مشاكل كتير. والمشاكل دي كانت من ضمنها ان احنا ما عرفناش نعمل rotation liner, وانا كنت لسه قايل لكم it's one of the most important things. تاني حاجة الـ circulation, لو تشوف هنا في الرسمة هنا تعتبر هي منطقة of a very low clearance. يعني اللي عندك هنا 7 inch liner ده الـ OD أو الـ outer diameter بتاعه بيكون 7 inch, و 958 الـ inner diameter بتاعه تقريبا 8.5. انت عندك هنا بوصة ونص وهنا بوصة ونص, يعني it's very small limited space. فكل ما الـ length بتاعك هنا زاد أو الـ overlap زاد, كل ما هيبقى عندك additional pressure, هيبقى عندك additional restrictions. Restrictions دي بتيجي من الـ liner, لان عاده اللاينر بيكون running في لاينر هانجر على التوب اوف لاينر, واللاينر هانجر ده بيكون عنده restrictions من ناحيه pressures and how much pressure انت ممكن توصل له. فكان عندنا مشاكل كتير واحنا في الاكشوال جوب. وبعد ما خلصنا السيمنتنج جوب عملنا حاجه اسمها سيمنت بوند ايفالويشن. طبعا عشان اللي في الكول والمش عارف اللي مش اوير بالسمنت بوند ايفالويشن, هي اللوجينج اللي بنعمله في كيس وول لوج, اللي بنعمله عشان تو انالايز الكواليتي بتاعه الاسمنت. وعملنا حاجه اسمها يوسيت او التراسونيك لوج, وعملنا سي بي ال او سمنت بوند لوج. هنا السي بي ال هو الخط الاسود وهنا الالتراسونيك. طيب نقرا ده ازاي؟ هو السمنت بوند لوج اللي على اليمين, هو كل ما سمنت بوند لوج او الفريكوانسي الاكوستيك امبيدنس بتاعتها عليت, او الجراف زي ما انتم شايفين طلع اكتر على ناحيه اليمين, معنى كده ان احنا ما عندناش جود بوندنج.
فلو تلاحظوا هنا مثلا عندنا ال دي سي السيمن بومب اندكس عالي, وعندنا في ال يوسيت لوج كونتامينيتد اسمنت, فده ات واز نوت ا جود سيمنت جوب. والبير الثاني كان نفس الكلام برضو, فيه كونتامينيتد وباتشي سيمنت, والاثنين البيرين الاثنين اللي احنا كنا بنعملهم اكزكيوشن كانوا بيحصلوا في نفس الوقت, ما كانش في وقت ان احنا نعمل lessons learned او ان احنا ناخد optimization technique من one well to another. فابتدينا نبص على المشاكل اللي عندنا, فلقينا المشاكل هي كذا حاجه. هي اول حاجه عندك over gauge hole. فمعناها ايه over gauge hole؟ انت بتحفر بير مثلا او بتحفر section 8.5 inch size, لكن تيجي تعمل الكاليبر لوج تلاقي ان السكشن مش 8.5, هو مثلا 11 انش او 12 انش. فمعنى كده ان انت الهول عندك it was enlarged while drilling. طيب ده بيحصل من حاجات كتير, ممكن يحصل من ان انت تعمل additional pressure في الويل, او ممكن يحصل من الويل ذات نفسه بيبقى في حاجه اسمها breakouts, او البريكاوتس دي اللي هي ليها علاقه بالستريسز في الويل, ستريسز من الـ overburden, وفي stresses معينة بتأثر على الـ well. أول ما بتحفر بيحصل عندك breakouts زي ما شوفنا في الصورة الأولانية في أول سلايد. والمشكلة اللي عندنا اللي احنا زودنا الـ overlap, فحصل عندنا limitation للـ liner equipment, لأن انت كل ما pressure بتاعك زيادة كل ما انت ما تقدرش توصل لحد pressure معين, إما الـ liner hanger will set prematurely in a location ان انت مش عايز ان هو يسد فيه, ممكن يكون عالي جدا مثلا لو زودت البريشر. ومشكله الاوفر جيج هول بتعمل عندنا مشكله ثانيه سبسيكوينت, وهي اسمها المود ريموفل. المود ريموفل دي معناها ان احنا في مشكله مود بيبقى لازق على السطح بتاع الكيسنج, وبيكون صعب قوي ان هو يطلع او يحصل له ديسبيسمنت وقت السمنتنج, ف كل ما او حتى على الفورميشن. فانت كل ما يبقى عندك اوفر جيج هول, كل ما الكليرنس عندك في الانيلس كبرت, كل ما عندك الفيلوسيتي في الانيلس قلت, فبقى عندك الديسبيسمنت للمود ريموفل برضو قلت. ف لو حد في حاجه عايز اي كلاريفيكيشن يوقفني يا ريت, عشان مش عارف لو النقطه بتاعتي واصله ولا لا. الحاجه الثانيه برضو هي سيمنت كونتامينيشن, بصينا عليها, وهي الفكره ان انت عندك السمنت مش بتضخ على طول, السمنت لازم تضخ الاول, بيكون في زي سبيسر وبعدين بتضخ الاسمنت او بتعمل بلاك وبعد كده بتضخ الاسمنت. فلقينا ان في ميكسشر بيحصل ما بين الووتر او السبيسر والاسمنت, فابتدينا نفكر ازاي ان احنا نوبتمايز السبيسر ديزاين. كنا ما بصينا لثلاث 3 مين ثينجز, هما السلوري ديزاين, الاسمنت, اللاينر رننج اوبريشن, والانجينيرنج ديزاين للدرين براكتس. طيب let's go one by one كده نفهم ليه احنا بصينا على ثلاث حاجات. اول حاجه هي الانجينيرنج اند درينج اوبريشن. احنا لسه قايلين ان حصل عندنا اوفر جيج هول من وال بريك اوتس. طب البريك اوتس دي ازاي احنا هاو كان وي ايدنتيفاي؟ احنا نعرف في لوج او وايل لاين تول اسمها كاليبر لوج. كاليبر لوج دي الوظيفه بتاعتها ان هي بتدي لك الاو دي بتاع البير. يعني انت لو حفرت 8.5 انش سكشن, المفروض الكاليبر لوج ده يطلع لك 8.5 انش جيج, تمام؟ فال 8.5 جيج هو عباره عن الخطوط المنقطه جراي, والبير الاولاني تبعنا اللي احنا عملناه اكزكيوشن هو الخط الاسود, والبير الثاني هو الخط الاحمر. اتش دي 1 معناها one direction, اتش دي 2 معناها the other direction, عشان الكاليبر بيقيس الاو دي في كذا direction. فالبير الاولاني لو بصينا مع بعض على الخط الاسود, ده الخط الاسود ده اللي هو الكاليبر لوك, فشايفين ان الكاليبر بيزيد عن ال 8.5, معنى كده ان هو نزل تحت, معنى ان هو زاد عن 8.5. يعني هنا ممكن يكون مثلا 11, هنا ممكن يكون 9, هنا ممكن يكون 9.5, فزاد معانا الكاليبر لوك للبير اللي هو الاسود, وبعد كده واقف في حته معينه, وبعد كده زاد من الناحيه الثانيه. ده فينومنا بنسميها من حته ثانيه, معناها ان من الاكسس الثاني, يعني لو هنا مثلا من ناحيه اليمين عندنا واش اوت, بعد كده من ناحيه الشمال عندنا واش اوت, مش الناحيتين في نفس الوقت في الويل. فده انديكيشن ان الويل از الفورميشن هي بتقع, مش الفورميشن مش انديوست. لو الفورميشن انديوست كان الواش اوت هيبقى عندنا من التو سايدز ات ذا سيم تايم, من التو اكسس ات ذا سيم تايم.
ودي كانت حاجة من الحاجات اللي احنا اكتشفناها، فاضطرينا ان احنا نبص على ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها عشان نقلل الفينومينا دي. وحاجة من الحاجات هي ان احنا نزود المود ويت. احنا عادة متعودين ان احنا عايزين نقلل المود ويت عشان ما نعملش فوشوت الفورميشن، لكن ساعات بتحتاج ان انت تزود المود ويت عشان تستابلايز الفورميشن، معنى ان انت تأوفركم الستريسز الموجودة في الفورميشن عشان تعرف ان انت يبقى عندك جود كاليبر as you expected. طب تعالى نبص على الجراف العلمين. الجراف العلمين هو عبارة عن الاربع ابار، اول بيرين اللي احنا عملناهم execution في الاول قبل ما نزود المود ويت، وتاني بيرين اللي احنا عملناهم execution بعد ما زودنا المود ويت، بعد ما شفنا الفينومينا بتاعت الكوركسكرو اللي انا لسه شرحها. فاول بيرين لو شايفين الخط الازرق اللي هو البار شارت والخط الاورنج اللي هو البار شارت، دول الهول سايز بتاعهم تقريبا كان في الزبير فورميشن كان تقريبا 10 انش، وفي الرطاوي تقريبا كان نقول 10 انش، وفي اليمامة تقريبا 11 وهكذا. فالبير الثالث والرابع كان اقل. طب ايه الفرق ما بين البير الاول والثاني والبير الثالث والرابع؟ هو المود ويت. النقطتين اللي فوق دول هما المود ويت والاكسس بتاعهم على اليمين. المود ويت بتاعنا في اول بيرين كانوا تقريبا في الزبير كان 1.3، زودناها لتقريبا 1.4 في البيرين التانيين، وبعد كده رفعنا المود ويت كمان في رطاوي. رطاوي is one of a very unstable formation في العراق وهكذا. ولقينا ان احنا معانا الويل بور كان مور ستيبل، فالكاليبر بتاعنا قل وكان قريب قوي من being engaged. الحاجه الثانيه زودناها وهي حاجه برضو very successful في العراق، هي حاجه اسمها الرولر ريمرز. والرولر ريمرز دي بنحطها في البوتوم هول اسامبلي او الدريلينج بي اتش اي مكان الستابلايزرز. السبب ان احنا بنحط رولر ريمرز هي عباره عن زي ما انتم شايفين في الصوره دي، زي اكنها زي بيت كاترز، ودي they are rotating this way، يعني rotating to the side. يعني انت وانت بتحفر بيحصل عندك زي conditioning phenomena للبير من الرولر ريمرز دي، كأنك بتعمل conditioning بالكاترز بتاعت الرولر ريمرز to the sides of the well. فدي حاجتين اللي احنا فكرنا فيهم ازاي ان احنا نحسن الدريلينج اوبريشنز بتاعتنا عشان نقلل الويل بور ستابيليتي. من ناحيه اللاينر راننج بصينا عليها لقينا فيها كذا كي اليمنت. طب اللاينر زي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا لازم يبقى عندنا لاينر هانجر روتيشن. الروتيشن ده كان اتس ا كي فاكتور عشان يبقى موجود عندنا جود سيمنت جوب. طيب الكي فاكتور ده ازاي نتاكد ان هو يحصل؟ عندنا كذا حاجه، ان احنا نقلل الاوفرلاب وفي نفس الوقت نستخدم لاينر هانجر سيستم يكون سفيشنت ان هو يدينا روتيشن وايل سمنت. طبعا مش كل اللاينرز ممكن تعمل بيهم روتيشن عشان جدير بالذكر، لكن في لاينرز معينين ويكونوا اغلى شويه تقريبا في الماركت عشان يديك الاوبشن انت تعمل روتيشن وايل سمنت. اند ذس از يعني لو ممكن بديكم نصيحه، دي حاجة ما ينفعش ان واحد يتغاضى عنها، لان دي حاجة مهمة جدا في الاسمنت، وده اخر سكشن وبيكون عادة في جنب الريزرفوار، فبيكون مهم جدا يبقى عندك اللاين روتيشن. والبور كونديشننج وهي ان احنا نتأكد ان المود ويتس او البريشرز استابلايزد قبل ما نبتدي نعمل السيمنتنج اوبريشن، ونتأكد ان اللاينر هانجر نفسه اللاينر اكويبمنت يكون فيها شير سكروز، او يعني هي بتبقى سيتنج معين بحيث ان احنا نزود فيها البريشر، بحيث ان احنا يبقى عندنا اوبشن او رينج اكتر ان احنا نزود البريشر بتاع السيركيليشن بتاعتنا من غير ما يبقى في اي ريسك على ان احنا نعمل سيتنج لللاينر هانجر. التوب باكر سيتنج دي حاجه احنا برضو وي ادوبتد في العراق، وهي ان احنا بدل ما نعمل سيتنج لللاينر توب باكر بعد السمنت جوب على طول، ودي حاجه دايما الناس بتعملها، احنا بنستنى لحد ما السمنت يحصل له سيتنج ونعمل سيتنج لللاينر توب باكر. والسبب ان احنا بنخلي الهيدروستاتيك بتاع الاسمنت ان هو يفضل موجود اول ذا واي لحد ما السمنت يحصل له سيتنج، قبل ما نشيل الهيدروستاتيك اللي فوق الاسمنت لللاينر توب باكر. الرات هول لينث لقينا ان احنا لو زودنا الراتيكول لينث بتعمل عندنا مشاكل في الكونتامينيشن، وبتعمل عندنا مشاكل في الكاتنجز، وكمان الويل بور اكسبوجر. هي از رول اوف ثامب يعني كل ما البير كان او الويل كان
exposed open من غير casing اكتر, كل ما هتلاقي تحس ان في مشاكل بتحصل اكتر لان المود بيبتدي يلوز البارامترز بتاعته, وتلاقي ان الفورميشن والمود تبتدي تعمل لها رياكشن. فكل ما كان الاوبريشن اسرع كل ما بيبقى المشاكل اقل عدد في ما بين الدريلينج والكيسنج. فاول وتاني بير كان عندنا مشاكل زي ما قلت لكم, الانكريس اوفرلاب والبور انستابيليتي, كان عندنا ليميتد فلو ريت, وكان عندنا مشكله في الباك اوف ان الكاتنجز اللي هي في بتنزل من البير بتسبب عندنا زي تندنسي اوف باك اوف. والبير الثالث والرابع لما عملنا فيه الامبلمنتيشن للحاجات اللي هي اتكلمت معاكم فيها في اللاينر رانينج والسيتنج بروسيجر, لقينا ان الريزلتس تبع اللاينر جوب في امبروف مود ريموفل, وكان عندنا احسن سيمنت بليسمنت واللوجز كانت احسن بكتير, وفي نفس الوقت عرفنا ان احنا نعمل بيتر والبور كونديشننج والسيركليتنج فور سيمنت. دي سلايد مهمه كنت عايز اشارها معاكم, وهي سنترلايزر ديزاين. ففي في الماركت سنترلايزرز كتير قوي. السنترلايزرز دي هي اللي بنحطها على الكيسنج عشان نسنتر الكيسنج جوه الاوبن هول. والسبب ان السنترلايزرز دي موجوده هو عشان تعمل هوموجينيوس انيلس, بمعنى ان انت لو شايف ان مثلا هنا الخط الدايره هي الجري, هي دي الكيسنج بتاعنا, الحته الزرقاء دي هي معناها الفرق ما بين الكيسنج والفورميشن. فلو الحته الزرقاء دي صغيره من حته زي ما هي صغيره من الحته دي مثلا, ده معناها ان الكيسنج مش سنترلايز. فاحنا بنبتدي نحط سنترلايزرز عشان احنا نظبط الكيسنج يخليه في وسط الوال بالظبط, بحيث ان احنا during cementing يحصل عندنا homogeneous travel للسمنت في الانيلس من الناحيتين, من الناحيه دي ومن الناحيه دي. لان يعني احنا تخيلنا اي حته فيها مثلا لو انت بتضخ بنفس الفلوريت السبيد عندك هتكون اعلى في المنطقه الضيقه كومبير للمنطقه الواسعه, هي فلويد داينامكس. فنبص مثلا دلوقتي هو هنا السكيل عندك بتاع الفيلوسيتي, لو بصينا على الاسمنت as traveling up او المود traveling up, بيحصل عندنا spiralization في السنترلايزرز, وبيبقى عندنا distribution زي ما انتم شايفين النقط الخضراء دي. طبعا maybe familiar بيها انتم في الريزرفوار انجينير كمان, ان في difference in parameters, وهي بيبين عندنا velocity changes في السمنت وهو طالع في الانيلس. فده بيساعد عندنا كتير في الـ displacement والـ placement بتاعت الأسمنت. The centralizer design is important. في كذا شركة من centralizer بنفضلهم, هي شركات زي سنتك أو شركات تانية زي توبكو, بس هي عادة يكون الـ design بتاع centralizer هو المهم جدا عشان يكون فيه spiralization بيساعد معاك في velocity في الأنس. فدي حاجة من الحاجات اللي احنا برضو حسناها في البروجكت. من ناحية السلوري ديزاين, ودي برضو حاجة مهمة جدا, هي ممكن أول حاجة الناس بتبص عليها هي إن تحسن السمنت جوب بالسلوري ديزاين. ودي كانت تالت حاجة احنا بصينا عليها, وبصينا عليها إن احنا ازاي نعمل حاجة اسمها تايت سلوري ديزاين أو تايت سلوري سيستم. التايت سلوري سيستم ده بيكون فيه كذا فاكتور مهمين جدا. معناها إيه التايت سلوري سيستم؟ معناها إن التايت سلوري سيستم ده لازم يكون عنده فلويد لوس كنترول, لازم يكون ستيبل. فلويد لوس كنترول معناها ان الاسمنت عاده احنا عارفين الاسمنت بيكون فيه ميه ويميكسد وذ ووتر عشان الاسمنت يكون بامبد. فالاسمنت لما تيجي تضخه في الانيلس بيكون بيخسر فلويد للفورميشن, لان الفورميشن از بيرميبل, انت عندك هنا ريزرفوار. فالفلويد لوس اديتيفز اللي بنحطها بنقلل من الفلويد لوس او الووتر لوس من الاسمنت للفورميشن. فبالتالي على بالنا لما السمنت يوصل لل required top يكون عندنا الاسمنت in shape ويكونش ناقص منه اي water وما يأثرش على السمنت setting procedure. تاني حاجة هي ال low rheology. الاسمنت عادة بيكون فيه rheology عالية عشان بيكون فيه high weight, فالاسمنت احنا اضطرينا ان حاولنا احنا نقلل rheology بتاعته عشان نقلل الاي سي دي, ويكون عندنا option ان احنا نعمل circulation أو pumping at higher flow rates. الحاجة الثانية هي الشرينكج, وإزاي السمنت هيشرينك
in size أول ما يبتدي إن هو يعمل setting من semi solid ل fully solid. وزودنا كمان ال compressive strength بتاعة الأسمنت وعرفنا إحنا نعمل adaptation لل temperature بمعنى إن كل ما ال temperature تتغير في الويل دي مش هتأثر على الأسمنت بتاعنا وعلى ال properties بتاعة الأسمنت اللي إحنا هنضيفه في البير. حاجة مهمة جدا في الأسمنت اللي عايز أشير معاكم النهاردة يعني one of the things that I enjoy looking at a lot هي السمنت حاجة اسمها critical hydration period. الأسمنت عادة بيكون بيروح عارفين من liquid لsolid بس هو لما بيروح من liquid لsolid مش بيروح يعني مش بيروح مرة واحدة بيروح في stages وهم عبارة عن أربعة stages. أول stage بيكون fully liquid, تاني حاجة بيكون بيحصل coagulation يبتدي الأسمنت يبتدي يقل شوية في البريشر, وبعدين في phase 3 و 4 هما الـ hydration period والـ setting. طيب الـ fully liquid ده هنا أنا حطيت لكم الـ description, معنى كده أن الأسمنت الـ gels أو الـ solids اللي في الأسمنت عندها gel في القوة بتاعته أقل من 100 pound per 100 square feet. هي دي الجلز اللي احنا بنشوفها في السلوري بيكون فيه صوت. اول ما الاسمنت يبتدي يحصل له سيتنج الجلز دي بتبتدي تكبر ويبتدي وزنها يتقل وان هي بتبقى في حدود من 100 ل 500 باوند بير 100 سكوير فيت. في اللحظه دي بيبتدي الهيدروستاتيك بتاعنا يقل, بمعنى ان احنا لو الاسمنت عندك مثلا 100 متر اوف سمنت يديك هيدروستاتيك ليتس سي مثلا 500 بي اس اي, دلوقتي بيبتدي عندنا 500 دي تقل ب 300 بي اس اي وهكذا لحد ما في نقطه معينه هتنزل تحت الفورميشن بريشر. اول ما النقطه دي تحصل بيحصل عندنا ممكن جاز مايجريشن. فلو عندك اي بير في ريسك اوف جاز مايجريشن لازم تقلل الحته دي او الستيج دي تخلي الكريتيكال هايدريشن بيريد فيري فيري سمول او اقل من 30 مينتس زي ما احنا من تارجت. ودي بتتعمل بكذا اديتيف اللي انت ممكن تحطه الاسمنت وهو الفلويد لوس اديتيف, وكمان ريسنتلي لقينا ان احنا ممكن نزود كمان الليتكس كاديتيف للسمنت عشان يحسن معانا كريتيكال هايدريشن بيريد ويبقى فيري تايت سمنت. والريزلت زي ما انتم شايفين هنا دي اللوجز بتاعت الويل نمبر 3 والويل نمبر 4. طبعا الالوان اختلفت عندنا وابتدى يظهر عندنا مور براون او مور دارك براون شيب في اليوسيت, ده معناها ان اتس فيري جود بوندد سمنت. جود بوندد مينينج اللي هو عامل هيدروليك ايزوليشن للفورميشن اللي احنا محتاجينها. طبعا في هنا شويه باتشز وفي شويه هاي امبليتيود في السي بي ال, لكن في الاسمنت لما بنبص على الباتشز دي بنتاكد ان الباتشز دي is covered from the top. يعني ما ينفعش الباتش دي تبقى continuous لان لو الباتش دي continuous معناها ان هي ممكن تعمل communication لاي fluid جاي من الايوس. فالريزلتس تبع البروجكت تبعنا الحمد لله احنا عرفنا نعمل rotation للاينر at TV. طبعا زي ما انتم شايفين rotation ساعد معانا كتير جدا في اللوج ريزلتس. عرفنا ان احنا نفلفل الكرايتيريا بتاعت الايزوليشن في الانيلس. والمود ويت فاريشن اللي احنا عملناها عارف ان احنا نجيب الكاليبر اون جيج والتريبنج بتاع الدريلنج بي اتش اي ات واز سموث, ما كانش عندنا اي مشاكل في التريبس اوت اوف ذا هول. والحمد لله يعني بعد اول بيرين كان اخذتنا بيرين بس تانيين عشان احنا نعرف ان احنا نبيلد الليرنينج كيرف بتاعنا ونعرف ايه احسن حاجه ممكن تشتغل في الفيلد اللي احنا عملنا فيه البروجكت ده في العراق. طبعا الحاجات اللي انا بقولها لكم دي مش applicable ل one field only, هي ممكن تكون general optimization ideas that can be implemented في اي field, بس طبعا كل case by case لازم يتبص عليه separate عشان ما احنا ما نعملش implementation لحاجات مش مظبوطة في الابار دي. يعني في ابار تبقى very sensitive للمود ويت فما ينفعش تزود فيها المود ويت, في أبار تانية ما ينفعش تعمل فيها مثلا تزود فيها الأسمنت الأديتيف بتاعت الأسمنت, في أبار تانية ممكن ما ينفعش تزود فيها اللاينر سيتنج بريشر. فهي اتس اول يعني ريليتيف, بس
لو احنا فكرنا الابار بنفس الكونديشنز اللي هي كانت عندنا دي ابار فيها well bore instability دي كلها measures that can be used و can be implemented in any of the wells في العلاج. بس في conclusion الحاجة اللي انا عايز اقولها والحاجة اللي انا كنت حابب ان انتوا تاخدوها من السلايدز ان لازم نبص في الدريلينج احنا لازم نبص على الهول بيكتشر ما ينفعش نبص على one or two separate يعني مثلا لو عندك مشكله في السيمنتنج ما تبصش بس على السيمنتنج لازم تبص على الحاجات اللي كانت افكت السيمنتنج يعني في حاجه في مثلا حاجه صغيره احنا دلوقتي حاليا وي ار يوتيلايزنج احنا بنغير البيت نوزلز عشان ما نافكتش السيمنت جوب فايت كان حاجات صغيره جدا كان ريفلكت ا لوت اوف امبليكيشنز على جوبز ذات ويل هابن افتر لازم كل الناس عندها كولابريتيف ابروتش فالسبيشاليست بتاع المود سبيشاليست بتاع السمنتنج سبيشاليست بتاع الدريلنج كله لازم يبقى قاعد في اوضه واحده اذا عندك مشكله هو ده اللي احنا عملناه احنا قعدنا في الاوضه واحده كلنا عملنا برين ستورمينج وشفنا ايه التكنولوجيز اللي احنا ممكن نعملها عشان الاوبتمايزيشنز وهو ده اللي احنا وصلنا له فاي هوب ان تكونوا استفدتوا واي اسئله يا ريت وثانك يو فيري ماتش ومره كمان علي اورجانيزرز اس بي بعد التشابتر فور هاف مي توداي و اتس ات ثانك يو شكرا جزيلا عزيزي استاذ امير وياك دكتور عمر طبعا بالحقيقه محاضره ممتازه جدا وضفت لنا كثير بالمعلومات وخصوصا بالحاله الحقليه اللي شرحتها اللي هي واحده من الحالات المطبقه اعتقد بجنوب العراق أنا بس حبيت أسألك سؤال واحد هنا أنتوا بأي مرحلة يعني من مراحل الشغل قررت أنه يكون يعني تنشروا الشغل كبحث أي مرحلة قررنا ننشر الشغل كبحث نعم بعد ما عملنا implementation للـ ideas دي مع بعض لقينا أن احنا في الآخر الريزلت يعني بعد ما وصلنا للريزلت اللي احنا عايزينه فكرنا أن احنا عايزين ننشر الميجرز اللي احنا عملناها دي مع الاس بي كوميونيتي وبعد ما عملنا برزنتيشن صراحه في السعوديه لقينا ان الفيدباك وقت البرزنتيشن في الاس بي كونفرنس كان في فيدباك كتير ان حاجات كتير ميجرز من اللي احنا عملناها دي فعلا بتطبق دلوقتي اندستري وايد فهي كانت بعد ريزلت يعني ممتاز استاذ امير بعد اقل من دقيقتين راح ينتهي الزوم راح نسوي زوم جديد حتى اخاف احد عنده اسئله يعني تمام السلام عليكم وعليكم السلام رائد حميد علاوي مهندس بحقول الجنوب عندي عده اسئله بصراحه اول شغله انه زياده الطين الحفر الويت زين قرار الويت ايش قد اثر على الريت اوف بنتريشن اللي موجود عندكم هذا اول سؤال وبعدين على الديزاين مال السلري اللي هو اللايت يعني شلون خففت الويت مالته باي اديشن يعني عن طريق البنتونايت مثلا اضافه البنتونايت او اضافه الماء زياده الماء اللي هي تخفف عندي او معلش الصوت بيقطع عندي مش عارف لو بيقطع هذا هذا السؤال الثاني ومدى تاثيره على الكومبريسيبيليتي والكومبريسيبيليتي عزيز استاذ رائد من السؤال الثاني صوتك راح انقطع اذا ممكن تعيد السؤال الثاني السؤال الثاني سوري ما اعرف النت ظاهر عندي شويه مو تمام ديزاين مال السمنت انا اتذكر قلت انتوا قلت لايت سيمنتينج سويت ديزاين صح لو لا ف كان شو
واضح سوري استاذ ما اعرف سمعت السؤال الثاني مالتي لو اعيده اكرره لا لا سمعت السؤال الثاني خليني اجاوبك على السؤال الاولاني والثاني حجاوبك عليه اول سؤال اوكي تفضل يعني اعيد السؤال الاول فكرني بس كان السؤال الاول كان على ايه معلش مدى تاثير زياده الويت على معدل الاختراق او الريت او بنتريشن يعني بصراحه هذا ده ياثر عليها يعني مظبوط الرائد هو كلامك مظبوط 100% ولا في فينومينا معينه هي بتحصل لما بتزود المد ويت وهي التشيب هول داون افكت اسمها في الدريلينج تشيب هول داون افكت وهي ان انت لما بتزود المد ويت هي ات وركس اجينست يو يعني بتشتغل ضدك في ان انت بتعمل ريت اوف بنتريشن مظبوط لكن في حالات ان انت في الديب فورميشنز اوريدي بتكون كونسوليديتد فورميشن فالديب فورميشنز الفينومينا دي مش بتاثر قوي زي ما انت فاكر في اون ذا اكشوال جراوند يعني الفينومينا دي بتاثر ممكن تكون في الفورميشنز اللي هي الشالور وبتكون فيها بتكون محتاجه فيري لو ويت اون بيت عشان تو فور دريلينج لكن الفورميشنز اللي احنا بنتكلم عليها دي ريكوايرز ممكن ساعات 35000 باوند ويت اون بيت ومينلي الكاتنج بيحصل من البي دي سي انتراكشن مع الفورميشن مع هاي ويت اون بيت ار بي ام لكن عشان اجاوب على سؤالك هو ما كانش في فرق في الار او بي ما بين اول وتاني ابروتش بالعكس كان في امبروفمنت في الار او بي علشان كان عندنا الويلبور ستابيليتي كانت احسن فكان عندنا الاوبشن ان احنا ابلاي ايفن مور بارامترز وداوت سينج الكيفنجز دي على السيرفس ده بالنسبه لاول سؤال سؤال ثاني بالنسبه لتاني سؤال كان سؤال حضرتك هو ليه احنا بنستخدم اللايت ويت ولو نستخدم اللايت ويت هو بيأثر ازاي في الكومبرسيف سنتر ده كلام مظبوط 100% لكن اللي كنت بقول عليه هو تايت سلوري ديزاين يعني مش لايت هو تايت سلوري ديزاين بعد ما سمعت لايت لا تايت بس معناها ان احنا بنحط فيه فلويد لوس اديتيفز معينه وبنحط فيها ليتكس عشان نعلي عندنا ال tightness بتاعت ال slurry design عشان نقلل ال cement sorry ال اسمه ايه ال gas migration عشان migration عشان كده بنسميه tight slurry بس سؤال ممتاز مظبوط السؤال الأخير طبعا أعتذر أنا احتمال أخذ من وقت الآخرين الأعزاء لكن ملاحظه جدا لطيفه انه ما ستابلايزرز مبدلينه بالريمينج يعني كانما ريمينج انا في نفس الوقت عندي يعني دا انزل ريمينج بمكان ستابلايزر بده يشتغل عندي شغله يعني اولا دا يسوي لي ستابيليتي عاليه بالهول وبنفس الوقت دا يسوي لي قشط تقريبا للهول للمد كيك اللي موجود عندي بحيث ان اسوي رننج للكيسينج بعدين ما يعني اوكي تمام يعني مشكلة ما لاقي مشكلة الستك للكيس مظبوط رائد ودلوقتي يعني في الأيام اللي احنا فيها دي كذا operators كتير قوي وservice companies كتير ابتدت تتجه للاتجاه ان هي get rid من الستابلايزرز ويبتدوا يستخدموا roller reamers المشكلة في الroller reamers هي مشكلة cost يعني اكتر ما هي مشكلة application معظم الوقت الناس مش بتعمل comparison للكوست اللي انت you are saving يعني المشكله في الـ savings بتاعت الريمر هي بعد ما انت بتعمل run مش during drilling يعني بتعمل drilling لحد TD تيجي تعمل wiper trip بتلاقي عندك tight spot صح مظبوط وانت بتعمل trip out فبيقلل معاك السرعه في الـ trip out
لكن الرول ريمر بيحسن معاك الهول كونديشن فبيقلل التريب تايم. فانت لازم تعمل كوست بنفيت اناليسيس تشوف انت الرول ريمر ده هيساعدك قد ايه في التريب وتشوف لو جاستيفايز الكوست. ويعني اوعدك ان هي معظم الوقت هتكون بتجاستيفاي لو انت عندك مشكله في التريب. استاذ ممكن سؤال؟ طبعا تفضل. شكرا جزيلا على لا بريزونطاسيون. احنا الحق في طالبه في اعداد التخرج العام القادم ان شاء الله. المشكل اللي راني نخبط فيه يعني انه لما نجي نخير او نختار موضوع التخرج والتربص ما بيسمح لنا ان نتعرف على مشاكل اللي بيواجهونها في الحقل مثلا باش نخدموا عليها ولا نجيبوا لها فكره ولا واش تنصحنا يعني باش ما نديروش افكار شغل راهم غير يقوموا بعمليه اعاده الافكار والمهم يتخرجوا فقط. واش هي النصيحه اللي ممكن تعطيها لنا باش نقدروا الموضوع التخرج تاعنا يكون موضوع عنده قيمه ولا مش مستعمل من قبل او شيء هذا طلع. نتمنى انك تكون فهمت لهجتي. لا مزبوط انا فهمت طبعا. احنا اشتغلنا ما اعرفش حضرتك من الجزائر ولا؟ نعم من الجزائر. نعم مزبوط. فلا احنا يعني موضوع التخرج فعلا انا كنت وانا برضو تلميذ يعني كنت برضو بحاول ادور على مشروع هو ما اتطبقش او بحيث ان انا احس ان انا يعني I brought value بالمشروع بتاعي واحس ان انا عندي برضو motivation اكتر في الشغل في المشروع بتاعي. فالريفرنس تبعي وطبعا دكتور عمر طبعا هو سيد العارفين هو الريفرنس تبعي هو الاس بي اي لان الاس بي اي بيديك الفرصه ان تشوفي بيبرز من لوكيشنز مختلفه بحيث ان هم بيستخدموا براكتسز مختلفه تماما. يعني مثلا الحاجات اللي احنا بنعملها في العراق النهارده بتكون مختلفه تماما عن الحاجات اللي بتحصل in very close place مثلا زي الامارات زي السعوديه مع ان الفورميشنز تقريبا هتلاقي في فورميشنز كتير قوي شبيهه. ف لو انا بختار مشروع اول حاجه هبص عليها وهو ده اللي انا بعمله حاليا في المشروع بتاع الماجستير تبعي ان انا ببص على لوكيشنز تانية بيعملوا ابلكيشن لتكنولوجي جديده. في عندك تكنولوجي زي الكيسينج والدريلينج دي تكنولوجي لسه مش بنستخدمها كتير وهي very interesting لو حابه برضه تبص عليها. في تكنولوجيز تانية بتتطبق في أماكن تانية بتعمل سيفنج للوقت وطول ما في سيفنجز للوقت في فاليو من البروجكت. وهي دي ممكن تكون نصيحتي ليكي يعني الـ SPE implementation optimization ideas حصلت في fields تانية وازاي ان احنا ممكن نعمل الـ optimization ideas دي adjustments بحيث ان هي تفيت في العراق لو المشروع بتاعك لازم يكون في العراق. حتى ولو تخصص انتاج انا ماشي فوهاش ماشي دريلينج. كل يعني انا شفت بيبرز كتير على في البرودكشن انجينيرنج هتلاقي موجود في الاس بي اي. يعني سيرش على البيبرز اللي موجوده وممكن حتى مش لازم انا ما اعرفش عندكم اكسس للاس بي اي بيبرز ولا لا بس لو ما عندكوش اكسس ممكن حتى من الابستراكت يو كان نو الفكره ايه هي ممكن يو كان ستارت to see إن أنت محتاجة البيبر دي ولا لا وهي ممكن can work as a reference يعني. طيب وسؤال آخر من فضلك إذا كان عندك فكرة النانو تكنولوجيا هل بدأوا يستعملوها في الفايل تاعنا في المجال الدريلينج أو production والأخر ولا pas encore؟ لا مزبوط النانو تكنولوجيا we started to use بنستخدمها في الطفلة بنستخدمها ساعات في السمنت بنستخدمها دلوقتي بس مش it's not very widely used يعني عشان أول حاجة هي لسه جديدة ولسه ما فيش عليها تاس كتير بالنسبة لنا احنا يعني وفي نفس الوقت في معاها كوست عالي فبيبقى لازم يكون ليها فعلا استخدام معين عشان احنا بنبتدي نستخدمها. بس أنا استخدمت في نانو تكنولوجيا في حقول في العراق وكانت very successful يعني في المشاكل اللي كانت تقابلنا. ممكن صافي ممكن هذه البحوث نقدروا نطلعوا عليها على النانو تكنولوجي؟ النانو تكنولوجي نعم. يعني انا ممكن اقول لك ان معظم ال اي حاجه كانت successful تعمل لها implementation معظمها بتلاقيها على الاس بي
ان معظم الناس معظم الناس بتكون عايزه تشير البابليكيشنز. البابليكيشنز دي از امبورتنت فور اس يعني از بروفيشنالز, لان كل ما البابليكيشنز كترت هيجي لي يعني ممكن يبقى عندي فرص ان يجي لي مثلا زي النهارده الانفيتيشن العزيز عليا ان تتكلموا معايا ان انا اعمل برزنتيشن زي دي. كل دي حاجات بتكون مفيده للكارير بالنسبه لي. فالناس بتحب تعمل بابليكيشنز, فهتلاقي كتير قوي من الاوبتمايزيشن ايديز النانو تكنولوجي على الاس بي اي. شكرا جزيلا. السلام عليكم. ممكن السؤال الاخير اذا ممكن استاذ امير بدون زحمه عليك, رائد رجع وياك بنفس اذا ممكن اي حقل ما ذكرته واي واي انفورميشن يعني اللي هو كان التارجت مالتكم, واذا ممكن انا شفت انه اللاست كيسينج هي 958 فالهنجر ايش قد كان عندك يعني ايش قد السايز مالته مع الامتنان يعني الهانجر. شكرا رائد على السؤال. اللاينر هانجر تبعنا كان 7 انش 958 تمام. والحقل مش حاضر ان انا اقول اسم الحقل عشان الاس بي اي, لكن الفورميشن كانت يمامه. زين اذا امكن انه اليمامه اللي اعرفه انه هي الفورميشن مالتها اغلبيتها في غاز عالي وهاي بريشر maybe 12000 الى 13000 بي اس اي maybe مظبوط. في variations في البريشر, انا ما شفتش 12000 لكن شفت 8500 وفعلا هي هاي بريشر. هاي بريشر نعم يس اب نورمال بريشر نعم عندنا نعم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. لو نفرض احنا بدنا نحفر فد بعمق معين يعني بدايه الاعماق اللي عندنا وحسب البروجرام اللي معد قبل الحفر, تعرف احنا ما نبدا بالحفر اذا ما عندنا بروجرام عن طبيعه المكمن اللي راح نحفره او المنطقه اللي بدنا نحفر بيها. مثلا على عمق معين مثلا خلينا نقول نفترض فد 700 او 800 متر, تعرف احنا بهذا العمق يعني او اقل من هذا العمق ممكن بعدنا احنا ما ناصبين البي او بي, فانه ده نحفر احنا بسائل حفر عادي وفجاه انه اجانا ضغط من الفورميشن عالي وعمل لي الكيك. فمن يعمل الكيك عندي وانا بعدني ما ناصب البي او بي, شلون ممكن اتلافى هاي المشكله؟ والله يعني ممكن اقول لك الحل هو ان انت ما تحفرش في المنطقه دي اساسا. يعني هو الحفر دايما بيكون فيه زي ما انتم عارفين نوعين من الحفر, في الاكسبلوريشن وفي الديفلوبمنت. مظبوط. في الـ development wells بيكون عندنا الـ information available ان احنا عندنا نعرف فين الـ formation اللي تبتدي يحصل منها flow we expect any formation, ودايما لازم بيكون في الـ BOP in place او الـ diverter قبل ما ان احنا نبتدي ان احنا نحفر في الـ formation دي او ننزل في العمق اكتر ان احنا متوقعين منه flow. لكن لو في ابار تانية بتكون exploration, الابار exploration بيبقى فيه design بتاعها conservative جدا, بيكون فيه الكيسنج design بتاعها heavy, يكون casing design زيادة وبتزود فيه الكيسنج seats عشان تتفادى المشكلة اللي انت بتقول عليها دي. لكن الحل الوحيد ان انت لو عندكش BOP وان انت عندك flow من الformation ان انت تعمل evacuation للريك, ولازم تكون في evacuation route. لكن ما عندكش اي حل تاني انت تعمل control information الا لو عملت bull heading او اي بقى يعني كل شركة بيكون عندها الconcepts بتاعت الwell control بتاعتها. لكن زي ما قلت لك يعني احسن حل انت ما تحفرش في 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 formation فيها flow من غير ما يكون ال BOP موجود. شكرا. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام عباس. جزيل الشكر على المحاضرة الرائعة. بس كان عندي سؤال, انت حضرتك تفضلت انه لما تعملون السيتنج اول شيء للسليبس مال اللاينر هانجر بعدين يسوون سمنجو بتعرفون يصير السيتنج وبعدين يسيتون الباكر. مظبوط. سيتنج الباكر ايش قد تأثير عليه للديستربنس للسمنجو؟ احنا قدر الامكان نحاول انه ما نسوي disturbance للسمنت لما نسوي له ونعوف انه يعني نعوفه ويت اون سمنت الى ان يخلص ونحاول ما نسوي له disturbance.
شكرا بس على السؤال. انا فعلا انا كنت بتكلم على النقطه دي في البرزنتيشن بس ممكن اكون ما وضحتهاش كويس. لكن احنا اول اوبجكتيف عندنا ان احنا نعمل سيتنج لللاينر توب باكر بعد ما السيمنت يحصل له سيتنج, عشان احنا عملنا الابروتش الاولاني اللي هو ان احنا نعمل سيتنج لللاينر توب باكر بعد سيمنت جوب على طول قبل الويت اون سيمنت, ولقينا ان اللوج ريسبونس ما كانش كويس. فابتدينا نعمل الاوبريشن ان احنا نعمل سيتنج لللاينر توب باكر بعد ما السمنت يكون سات. طبعا زي ما انت بتقول هو السمنت بيكون already solid, فقصدك ان الباكر لما بيحصل له inflation كيف ما بيأثرش على السلوري وكيف ما بيأثرش على integrity بتاعت السمنت. هو فعلا very valid point, هو ده كان حيبان عندك في السمنت bond log او usage log لما تعمل الoverlap, لما تعمل له log وتعمل evaluation بتلاقي عندك الحتة دي ما فيهاش good cement او good bonding. لكن العكس اللي احنا لقينا ان بعد السيتنج الباكر وبعد كده عملنا البوند السيمنت بوند لوج او اليوسيت, لقينا ان ما كانش فيه مشكله في البوندنج على الحته اللي فيها او المنطقه اللي فيها اللاينر هانجر سيتنج او الباكر سوري. شكرا. تفضل طلاب, بعدتكم اي اسئله ثانيه؟ دكتور حسن اعتقد ويانا, اذا تحب عندك اي شيء تفضل به. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله دكتور. شلونك استاذ امير, شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير, ربنا يخليك. خليني أعرفك بس قبل ما يبدأ الدكتور حسن. دكتور حسن رئيس قسم هندسة النفط بجامعة بغداد, تفضل دكتور. فرصة طيبة حقيقة أن نستضيفك بهالموقع هذا, وشرفتنا وقدمت لنا هالمعلومات القيمة والثمينة واللي تمس الواقع العملي بالنسبة لمهندسي النفط. باسمي وباسم منتسبي قسم هندسة النفط بجامعة بغداد قدم لك جزيل الشكر والامتنان على جهدك الرائع والوقت اللي بذلتني لتقديم هذه المعلومات المفيدة. شكرا جزيلا. شكرا, كان شرف لي أن أكون معكم النهاردة دكتور. So thank you for inviting me. وإن شاء الله في الـ في الـ في الـ في الـ future لو في أي request لأي presentation بكون حاضر, وأرجو أن تكون النهاردة كانت presentation كويسة لكل الطلاب, وشكرا جزيلا. يا مرحبا, حياك الله. شكرا عزيز استاذ امير. انا بس حبيت اوضح لطلابنا انه احنا شلون اختارنا موضوع المحاضره. بلاغ احنا بعد ما كملنا اول اربع محاضرات بشهر رمضان اللي كانت على يعني مواضيع هندسه النفط, ما كنا محددين بحث معين, بدنا ناخذ اسلوب جديد بالمحاضرات انه نخليكم تطلعون على المشاكل اللي تصير بالحقول العراقيه. فلهذا مثل ما تفضل استاذ امير انه اهم مصدر لكم هو الاس بي اي اللي هي الوان بترول اللي تحتوي على معظم بحوث هندسه النفط, خصوصا التطبيقية من عندها اللي هي مطبقة بالحقول. فأنا أخذت يعني اطلعت على معظم البحوث, وبعدين أنا بصراحة بحث أستاذ أمير أنا شفته بالمؤتمر مع السعودية وكان بحث ممتاز جدا, واللي شجعنا أيضا اختار أنه هو الآن لما نشوف البحوث هو أحدث بحث منشور على الحقول العراقية. فلهذا إن شاء الله على المحاضرات القادمة نحاول نسويها مرة واحدة بالشهر, انه نستضيف باحثين قدموا بحوث بالاس بي اي على لحقول عراقيه على مود تعرضكم مره ثانيه وتصير لكم فرصه تناقشوها مع الباحثين بشكل مباشر, خصوصا انه احنا يعني ما عندكم فرصه انه تحضرون المؤتمرات تتناقشوها ويا الباحثين. وان شاء الله يعني استاذ امير ان شاء الله البحث القادم لك بالاس بي اي ايضا مقدم من انت مدعو على مود تقدم لنا اياه في التشابتر ان شاء الله قريبا. شكرا دكتور عمر, شكرا جزيلا, شكرا لجميع الطلاب. طلاب بعد ما عندكم اسئله؟ طيب احنا ان شاء الله المحاضره هاي راح ننشرها يعني مسجله, احنا سجلنا المحاضره على قناه التليجرام مالتنا وراح ننشرها على الصفحه مال الفيسبوك ايضا. وبالنسبه للبحث لان لاحظت هواي كتبوا لي هسه يعني على مود البحث مال الاستاذ امير اللي قدم له برزنتيشن, البحث موجود وان شاء الله راح ننشر لكم نسخه من عنده على قناه التليجرام حتى تقدرون تقروه بالتفصيل وتكون عندكم اطلاع عليه. إذا ما عندكم بعد أسئلة أنا
السلام عليكم. عليكم.